طيب خلينا ننتقل لأسواق المال الإماراتية والتي تباينت اليوم، ونبدأ من سوق أبو ظبي المالي. ما تحليلك لجلسة اليوم؟ الحقيقة سوق أبو ظبي اليوم بدأ على ارتفاع، ولكنه بدأ سرعان ما ينخفض، وحققت كثير من الأسهم في القيادية بدأت تعمل عمليات جني أرباح، وهي بتستمر في النطاق العربي لها أكثر من على مدار الأسبوع الماضي. يستمر هذا الأداء التباين في هذا الأداء حتى يستقر أو يتجاوز السوق مستويات 8500، ويمثل أيضا حاجز نفسي للمتعاملين. أتوقع أن هو يستمر، قد يظهر قوة بيعية عند هذه المستويات، ولكن بمجرد أن من الناحية الفنية بمجرد أن يتجاوز أو يتخطى المؤشر هذه المستويات، نجد أيضا قوة شرائية تستطيع أن تأخذ كثير من المؤشر إلى مستويات 9000 وتعيد الاختبار مرة أخرى. نعم، وماذا عن سوق دبي المالي الذي ارتفع بشكل طفيف اليوم؟ سوق دبي المالي اليوم أغلق عند مستويات 3380 تقريبا، بدفع من مشتريات وقطاع البنوك اللي وجدناه النهارده بيؤدي بلاء حسنا، وبيؤدي ظهرت فيه قوة شرائية نتيجة أيضا ظهور نتائج أعمال لمعظم البنوك التي أعلنت عن جلسة في جلسة اليوم. لذلك وجدنا نتائج الأعمال مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وجدنا فروقات وتحقيق نتائج إيجابية مما أثر على تعاملات أو حركة الأسهم بشكل إيجابي. لذلك أتوقع أن يقود أو يكون لكلمة لقطاع البنوك كلمة في مؤشر أبو دبي على مدار الأسبوع، جلسات الأسبوع الحالي، وأتوقع استمرار الأداء العرضي حتى اختراق مستويات 3500 مرة أخرى وإعادة ظهور القوى الشرائية. نعم، أخيرا أستاذ محمود، يعني ما توقعاتك لأداء أسواق المال الإماراتية والقطاعات الواعدة فيها؟ الحقيقة بعد الأسبوع الماراثوني لأسعار النفط اللي وجدناها في الأسبوع الماضي، أتوقع أن قطاع الطاقة يتبناها كلمة في أسواق الإمارات، خاصة بعد الأحداث الجيوسياسية التي أعادت إلى الساحة مرة أخرى، وجدنا ارتفاع تأثيرها بشكل كبير وملحوظ على تعاملات خام برنت. فأتوقع أن يكون شركات الطاقة على مستوى الخليج بشكل عام وعلى مستوى الإمارات بشكل خاص أن يكون لها دور في الارتفاعات اللي هتحققها سوقي أبو ظبي ودبي على في الفترة المقبلة. لذلك أتوقع أن هنشوف هذا القطاع له تأثير على قطاعات بحكم وجوده في القطاعات القيادية أو على رأسه.